بالنسبة لتونس بالتحديد الآن، يعني أنت تعلم ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز رغم نفي الخارجية التونسية أنه التطبيع لا يعني تونس، حتى رئيس الحكومة هشام المشاشي يعني تحدث أن التطبيع ليس مطروحا في تونس، لكن من نصدق؟ كما تعلم قبل 4 أشهر خرج رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني ورفض التطبيع وقال بأن التطبيع يشجع الاحتلال على المزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين. هل تعتقد بأن تونس يمكن أن تمضي في ركب التطبيع؟ أظن أن الوضع التونسي مختلف تماما. تعلمون أن ملك المغرب وحتى الحكومات التابعة التي تسمي نفسها إخوانيا وتابعة لملك المغرب هي مجرد أدوات، يعني لا سلطة حقيقية لها، وهي تقول بعبادة الملك وباتباع باعتبارهم سيدهم وهو أميرهم كمؤمنين، وبالتالي لا يمكن أن يخطأ. هذا طبعا هذا التصور. بالنسبة إلينا نحن نذكر العالم كله أن رئيس دولتنا مثلا السابق قدم قضية بمواطن وخسرها. لا أحد يعلو على السخرية وعلى القانون في هذه البلاد، وتونس التي أنشأت تحولا كبيرا في التفكير السياسي في المجال العربي وفرضت إدارة لا يمكن لأي سلطة أن تخضعها. فليعلم هؤلاء منذ اليوم أنهم إذا بدأوا في التطبيع فإنهم قد يدفعون البلاد إلى فوضى عارمة، وعندها قد يبادر البعض إلى حروب أهلية أو مواجهات أو مشاكل. نحن مشاكلنا تكفينا الداخلية الآن، ولا بد أن نتعاضد عليها ونتعاون عليها، لا أن ندخل عليها مشاكل أخرى. وبالتالي نحن لسنا متخوفين مما تقوله الصحف الأمريكية.